تقديراً لأعمال المعلم الفنية، عرضت لوحات بمعرض يحمل اسم المعلم الفنان تحت رعاية سمو الأميرة وجدان الهاشمي لإبراز قدرات ومواهب المعلمين في مجالات الرسم، ومعرض آخر للأشغال اليدوية إضافة إلى أعمال من إنتاج الطلبة ولوحات الخط العربي بمشاركة عدد من المدارس الحكومية والخاصة. يأتي هذا المعرض كتقليد سنوي من قبل دائرة النشاطات في وزارة التربية والتعليم. جهد مشكور، وإن شاء الله الطلاب يستفيدوا من تجارب معلميهم ويستفيدوا إنه يطوروا أعمالهم الفنية، والمعلمات كمان لازم يضلهم على طول على اطلاع باللي عم بيصير، ويعطيهم ألف عافية. كانت معظم المعارض داخلية يعني للأقسام بشكل عام، عملوا إبداعات رضوانية، عملوا أقلام ملونة، يعني حبوا أن يوسعوا طبيعة المعارض الموجودة بالمدارس بحيث أن يشاركوا كل المدارس من باب التبادل الخبرات الفنية مع المعلمين مع بعض، بالإضافة لإبراز مدى قدرة المعلم المدارس بغض النظر كان خاصة ولا حكومية على الإبداعات الفنية. عبر المشاركين في المعرض عن آرائهم ووصفوا أعمالهم كمبادرة تبادل الخبرات وتعزيز الموهبة بين المعلمين، وكانت هذه المشاركة فرصة ليتعرف المعلم على إبداعات معلمي المدارس الأخرى، وفرصة لهم لإثبات نفسهم وإبداعاتهم المختلفة، مما يحفزهم على تقديم الأفضل والمثابرة على التعلم والبحث عن كل جديد. المعرض شارك فيه بحدود 15 مدرسة، المدارس المشاركة قدمت مجموعة من أعمالها الفنية، اللوحات، الأشغال اليدوية، الرسم. طبعا بشهادة سمو الأميرة كان المعرض ناجح، كانت اللوحات متميزة. مشاركتنا هي أشغال يدوية أكثر من الرسم، طبعا هي المشاركة والشيء يعني اللي كتير حلو فيها إنه صار في تبادل خبرات، يعني هذا الهدف من المعرض، فإنه إحنا شفنا كيف عم بيرسموا كيف بيشتغلوا، هم شافوا كيف إحنا شغلنا كيف عم نشتغل، فهذا كان أحلى شيء بالمعرض. هذا المعرض مساحة فنية وحرفية للمعلمين، دلالة على مواهبهم الغير ظاهرة في مكان متعدد الإبداعات. حسن الاطلاع والاستفادة من موسوعة المعلمين تترجمت بأعمالهم الفنية من علم إلى عمل. ألا أبو حمدان، رؤيا. Thank you.